بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدراسة اتزان الحائط الساند اللي هو الجزء 13 في شابتر 7، فهنبتدي ناخد ازاي ندرس البيرين كاباستي. عشان تدرس البيرين كاباستي او قدرة تحمل التربة بتاعتي، عندي حالتين لازم نتكلم فيهم. ايه هما الحالتين دولت؟ يا اما الحيطة بتاعتي اهيت السريت شارج مش موجود عليها، يعني العربيات موجودة في الحتة ديت، يا إما الحالة التانية إن السريت شارج موجود على الهيل بتاعي. طيب طبعا نو سريت شارج، إحنا درسنا الكلام ده لو تفتكر، وخدنا لو كان في كي أو مفيش كي، وعرفنا نرسم الاستريسز تحت عندي، فاكرين لو تفتكروا كان في سيجما هنا وسيجما هنا، أو سميناها إحنا واي واحد أو واي اتنين، أيا كانت يعني، جبنا استريسز هنا واستريسز هنا، أو لو كانت بالشكل اللي أنت عارفه دوت. ده في حالة مين؟ نو سريت شارج. لكن هناخد الحالة التانية دي، احنا درسناها فعلا قبل كده. الحالة التانية ان انا احط سريت شارج هنا، فابتدى جات لي وزن زيادة هنا، فالار ديت مكانها هيتغير، فابتدي اشتغل واطلع نفس اللي قلناه بالظبط، نطلع قيمة اكس ومنها نطلع قيمة مين؟ اي. طلعت قيمة اي، بتقدر تطلع الاستريسز هنا، هنسميه مثلا ده سيجما واحد، والاستريس التاني هنا اللي هو سيجما مين؟ اتنين. يبقى انا عندي سيجما واحد وسيجما اتنين في التو كيسز. طيب ده الاستريسز تحت. انا كل القصة في ايه؟ في الحالة ديت هقول له والله ان انت عندك الفاكتور اوف سيفتي بتاعي الالتيميت بيرنج كاباسيتي، ده موجود من خواص السويل او من تقرير التربه بتاعتي، على الماكسيمم بيرنج بريشر ان كان ده او ده او الاثنين التانيين اللي احنا خدناهم. لازم ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل ان الفاكتور اوف سيفتي يكون اكبر من كام؟ من 3. طيب فاكرين لما قلنا لو في عندي شد هنا، القصه بتاعتي هتختلف، هيبقى في هنا مين؟ ها 2V، برافو عليك، على 3X، والمسافة دي اللي هي مين؟ 3X. واجيب مين بقى؟ فين أقصى حاجة هنا؟ هي دي اللي هي 2V على 3X، يبقى هي 2V. V اللي هي ايه لو تفتكروا؟ هي مجموع الأحمال الايه الرأسية على 3X، ده اللي هو الماكسيموم، وده الألتيميت اللي هي بيتجاب منين؟ من السويل. يبقى أنا لازم ده برضك يكون أكبر من كام؟ من 3. يبقى أنا في الحالة ديت سيف ولا مش سيف؟ يبقى أنا عندي سيف، يبقى أنا اطمنت على البيرنج كاباسيتي بتاعة السويل مش هتنهار نتيجة الأحمال اللي موجودة على الحائط. وبكده يبقى أنت خلصت اتزان البيرنج كاباسيتي. يتبقى لك حاجة واحدة بس، اللي هي اللي تشيك على الشير فيلير بتاعه. هنشوف الكلام ده إن شاء الله في الجزء القادم. شكراً.